سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم حلوى سهله اقتصاديه وبنينه بزاف من فوق. القوام تاعها بزاف روعه مقرمشه وتتوالم. هذا هو العيد، هذا لازم له حاجه خفيفه، ما نغمتوش بزاف في لي غاتو. الوغ انا بعد جينا وحده درت هاد لي دو موديل، اصابع هكا طوال ومدوره. حبيت نبداها لكم باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش. وقبل ما نبدا لا فيديو تاعي نقول لك الى اول مره كنتي تشوفي لا فيديو تاعي ما تنسيش تشتركي معايا وتدعميني، والى ولي قدام معايا من البدايه نقول لهم يعطيكم الصحه وكملوا معايا للاخير. درك نجوزوا للوصفه تاعنا والمكونات تاعها. هنا واش حطيت؟ حطيت حبه بيض مع 80 غرام سكر، باردون 80 غرام زيت و 140 غرام سكر غلاس، 3 مغارف كبار تاع الزبده و 3 مغارف كبار تاع حليب بودره، 2 غرام خميره كيميائيه لا ليفور، مغرف كبيره تاع فلون كراميل وقرصة ملح. تلقاو المقادير مكتوبين في صندوق الوصف. نخدمهم مليح مع بعض كما راكم تشوفوا، ما نخليو حتى حاجه ماشي دايبه ولا ماشي داخله مع بعضها. ومن بعد نبدا نزيد لها في الفارينه ونطمها. في الفارينه انا سحقيت، قلت لكم بلي كنت غربلتها من قبل، نتوما تنغربلوها. الفارينه استعملت 420 غرام، باردون 420 غرام تاع الفارينه. ونبقى نخدم في لاباط تاعي ونطمها كيما لاباط تاع الصابلي عاديه، تنطم ما تتعجنش كما راكم تشوفوا. وهذا هو الشكل تاعها مور ما نطمت. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها، يعني كيما لاباط صابلي سوا سوا. هنايا درتهم انا كرات تاع 27 غرام. هاد المول راكم شفتوها عندي من قبل في المقروط، الى اللي شافت لا فيديو تاع المقروط راهي رايحه تعرفوا. ودرتهم انايا درت وزنتهم كرات تاع 27 غرام باش تجيني حبه قد اختها. درتهم في هذا الطابع كيما راكم تشوفوا ونحيهم. وانتوما لا عندكم طابع واحد اخر ولا باردون باسكو ماشي مول، الا عندكم طابع واحد اخر ولا حبيتوا ديروه ديروا واش تحبوا، حلوها كامل كيف كيف. بون سيو باش ما تكثروش الفارينه، ديروا وسمو ديروها في بابي كويسون من تحت ومن الفوق وحلوها هكاك باش ما تزيدولهاش الفرينه وتجيكم ناشفه. ونكمل نكمل الحبه الثانيه معكم. هذوك لي سيجار اللي درتهم، اللي درت لا فورم تاع السيجار، خدمتها هكذا، حاولت نسقمها على قد ما نقدر وحطيتها في البلاطو. وهذو هما الحلوى تاعي بعد ما شكلتها. هنايا نتقبت هاد الحبات المدورين مادام فيها لا ليفور، خفت تطلع لي شويه الوغ تقبتها بالكوردون تما وخليتها طابت بيان دوغي ونحيتها. هنايا باش نديكوريها درت هذه تزيريه، تعرفوني نخدم بها، وميلكا دوبتهم في بان ماري وجيت لهنا باش نعمر. هنايا كاين غومارك بليزور فوا يديروها لي، يقولوا لي بلي محروقه الحلوه، مي هي نو بالك ما بانتش مليح في لي فوتو ولا في لا فيديو بلوتو، مي الحلوه ماشي محروقه، راهي محمره صح، محمره مليح باسكو اون جينيرال لازم ناكلوها حنا في الدار حمراء. ونبدا نعمر في هذاك الفيد اللي كاين في المدوره.
وندير لها. انا كان عندي الجوز، انتم مالا كان عندكم اي حاجه تحبوا ديروها من الفوق ديروها، كاين هذوك العقاشات الكبار اللي يتباعوا، ديروا عقاشه. الى عندكم بالك لوز ايفيلي ديروا، تحبوا ديروا شويه حلو الترك ديروا نتوما، والتزيين اللي تحبوه الاختيار يرجع ليكم. تحبوا ديروا شيكولا بيضه في بلاصت هذه تانيك تقدروا، يعني اختيارات متنوعه. والهادو ما طوال درت خطوط برك بلا بوش، يعني ماش ما كانش حاجه واحد اخرى حد ديكوريها، وكنت كسرت شويه جوز ودرته لهم من الفوق، ورشيت الحلوه بالسكر غلاس، وهكذا هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه. ان شاء الله تعجبكم. على بروشان ان شاء الله مع فيديو جديده. باي باي.